بسم الله، شرحنا في المحاضرة اللي فاتت عن تركيب الـ DNA. سنشرح في هذه المحاضرة عن الجينيتك كود والكروموزومز. بالنسبة للجينيتك كود، البروتينات من المعروف عنها أنها هي عبارة عن بوليمر مكون من مونيمرز. هذه المونيمرز هي الأمينو أسيدز التي تعتبر وحدات أساسية لتركيب البروتين. ترتيب البيسز أو القواعد النيتروجينية في الـ DNA يحدد ترتيب الأمينو أسيدز الموجودة في البروتين. هنشرح هذا الكلام بالتفصيل خلال المحاضرة إن شاء الله. يوجد عندنا 20 حمض أميني أو 20 أمينو أسيدز. تركيبها تتركب من 4 نيتروجينس بيسز، وهما أدينين، ثيمين، سيتوسين، وجوانين. كل حمض أميني يرمز له بثلاث نيتروجينس بيسز تسمى كودون أو شفرة وراثية، لأنه عندنا 4 قواعد نيتروجينية في الـ DNA اللي هم أدينين، ثيمين، إجوانين، سيتوسين. في عنا الشفرة الوراثية عبارة عن 3 قواعد نيتروجينية، إذن عنا 4 أس 3 احتمالات للكودونز. 4 أس 3 بتساوي 64، إذن عنا 64 كودونز من 4 قواعد نيتروجينية في الـ DNA. كل شفرة مكونة من 3 قواعد نيتروجينية، هذا ما يسمى بالكودون. لذلك عندنا احتمالية ل 64 شفرة وراثية. نشرحها على جدول بتفصيل أكبر. زي ما احنا شايفين، الأحماض الأمينية هي عبارة عن 20 حمض أميني. كل حمض أميني يرمز له بشفرة وراثية واحدة أو أكثر من شفرة وراثية. زي ما أنتم شايفين في الجدول، كل شفرة وراثية عبارة عن 3 قواعد نيتروجينية. تتترجم هذه الشفرة الوراثية إلى حمض أميني خلال المسنجر RNA. إذن الـ DNA بكون هو الأساس، يستنسخ إلى مسنجر RNA، ثم المسنجر RNA يترجم إلى حمض أميني، ومجموعة الأحماض الأمينية تكون سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية وهي ما يسمى بالبروتين. المسنجر RNA بيستخدم نفس الكود المستخدم في الـ DNA، ولكن مع فارق واحد فقط، إنه اليوراسيل بيكون بدل الثيمين. الثيمين معروف إنه من مكونات الـ DNA، هذا بيكون في المسنجر RNA يوراسيل. عندما نكتب الجينيتك كود عادة نستخدم الـ RNA فورمات. لما نكتب أي شفرة وراثية بنستخدمها بأسلوب كتابة الـ RNA، إذن بنستخدم اليوراسيل بدلاً من الثيمين. كل كود بيقرأ 3 3، إذن كل 3 نيتروجينس بيسز تعتبر 1 كودون. بيقرأها جسم الإنسان كودون كودون، أو بيقرأ بأي كائن حي. يترجم الـ DNA، بيستنسخ إلى RNA، ثم يتم ترجمته إلى بروتين. هذه الطريقة تتم كل 3 قواعد نيتروجينية اللي هم بيمثلوا الشفرة الوراثية بدون أي تداخل ما بين كودون وكودون آخر. مجموع الكودونات أو الكودونز اللي بتكون الأحماض الأمينية هم 61 كودونز اللي بيكونون أمينو أسيدز، ولكن يوجد 3 باقية. الثلاثة الباقية تعتبر ستوب سيجنالز.
أو إشارات لإيقاف ترجمة الـ DNA. أما بالنسبة للـ AUG فهي تعتبر إشارة البدء في تصنيع البروتين. نشوف الرسمة هذه بتوضح الكلام اللي حكيناه. الـ DNA زي ما احنا شايفين لو بدينا قراءته من 3 إلى 5 وقمنا باستنساخه أو عمل عملية ترانسكريبشن للـ DNA هذا إلى مسنجر RNA، نكتب نفس الشيء من 5 إلى 3 بالمسنجر RNA ولكن يتغير الثايمين إلى يوراسيل. حكينا إنه الكودونز بتكون كل 3 قواعد نيتروجينية بتمثل لنا كودون، تترجم بعد ذلك إلى أمينو أسيد. كل 3 قواعد نيتروجينية أو ما يسمى بالكودون يترجم إلى حمض أميني، إما أن يرمز إلى الحمض الأميني هذا ب3 حروف أو بحرف واحد. سلسلة الأحماض الأمينية هذه تمثل لنا بروتين زي ما احنا شايفين في الشكل، بيبدأ بالان تيرمينس وبينتهي بالسي تيرمينس. نحكي شوية عن مصطلح يسمى جينوم. ما هو الجينوم؟ المعلومات الكاملة في الدي ان اي للكائن يسمى جينوم. هذه الكلمة تطلق على الـ DNA الحامل لهذه المعلومات. إذن كل كائن حي سواء الإنسان أو غيره من الكائنات الحية في معلومات كاملة في الـ DNA لهذا الكائن. هذه المعلومات الكاملة في الـ DNA للكائن تسمى جينوم. الجينات تحتوي على معلومات لتصنيع البروتينات. كل جين بيستخدم لإنتاج جزيئات من الـ RNA التي بدورها تنتج جزيئات بروتين معينة. زي ما احنا شايفين في الشكل 2 strands من الـ DNA double helix، هذا بيحتوي كل جزء من الـ DNA أو تسلسل من الـ DNA بيسمى جين أو منطقة جين معين. الجين هو عبارة عن جزء من الـ DNA. عندنا الجين A والجين B والجين C. مثال: الجين A إذا تمت عملية ترانسكريبشن لإله من DNA إلى مسنجر RNA ثم ترانزليشن من مسنجر RNA إلى بروتين، بكون عندنا بروتين A. هذه العملية ترانسكريبشن وترانزليشن يطلق عليها جين اكسبريشن. جين اكسبريشن يقصد فيها التعبير الجيني. هذا الجين موجود على الـ DNA بيقوم بعملية تعبير عن نفسه. كيف بيعبر عن نفسه؟ إنه بيصنع لنا بروتين. هذه العملية تسمى التعبير الجيني، هي عبارة عن عملية في البداية بتبدأ بعملية ترانسكريبشن أو نسخ ثم عملية الترجمة إلى بروتين. طبعاً الجين زي ما حكينا هو عبارة عن قطعة من الـ DNA، بيكون عبارة عن تسلسل من البيسز زي ما احنا شايفين في الشكل، مثلاً T T C G A G C G. يتم عمل نسخ لإلها لمسنجر RNA ثم ترجمتها إلى أحماض أمينية، طبعاً بالطريقة اللي شرحناها فيما سبق اللي هي كودون كودون. كل كودون بيمثل لنا بعد الترجمة حمض أميني، مجموعة الأحماض الأمينية بتكون لنا بروتين. بعد ما تمينا الشرح عن الجينيتك كود أو ما يسمى بالشفرة الوراثية، بدنا نشرح عن الـ Structure of Eukaryotic Chromosomes، تركيب الـ Eukaryotic Chromosomes، وحنشرح في الآخر شوية عن الـ Prokaryotic Chromosomes.
الإيوكاريوتس معروف عنها إنها خلايا بتحتوي على نواة. كلمة إيوكاريوت يقصد فيها الترو نيوكليوس أو الخلايا اللي تحتوي على نواة حقيقية. إيو يقصد فيها ترو كاريوتيك نيوكليوس سيلز، إيوكاريوتيك سيلز. تحتوي الإيوكاريوتيك سيلز على very long double strand DNA، تحتوي على سلسلة طويلة من الـ DNA. هذه السلسلة الطويلة مضغوطة في داخل structure يسمى كروموزومز. هذا إحنا بنحكي لحد الآن عن الإيوكاريوتيك سيلز، بينما كيف شكل الكروموزوم في البكتيريا؟ البكتيريا عادة تحمل جينات on a single circular DNA molecule في داخل جزيء DNA وحيد. هذا الجزيء عادة بكون مرتبط ببروتينز. هذه البروتينز بتقوم بعملية الكوندنسيشن للDNA، ولكن البروتينات اللي بتقوم بعملية الكوندنسيشن للDNA في البروكاريوتس تختلف عن الموجودة في الإيوكاريوتس أو الخلايا اللي بتحتوي على أنوية حقيقية. بالرغم من أن الDNA في البروكاريوتس يسمى بكتيريال كروموزوم، لكن لا يحتوي على نفس تركيب الإيوكاريوتيك كروموزومز. يعني ببساطة في البكتيريا أو البروكاريوت توجد منطقة DNA غير موجودة في داخل نواة. هذه المنطقة في مرتبط فيها DNA مع بروتينات بتقوم بعمل هذا DNA بشكل كوندنس أو كوندنس DNA، بتقوم بتكثيف هذا DNA. هذا DNA مش موجود في داخل نواة، بينما في الإيوكاريوت زي ما احنا عارفين في الإيوكاريوت في مجموعة من الكروموزومات.